النهاردة حبايب قلبي هنعمل مع بعض عصير المانجا، بس بطريقة جديدة. عصير المانجا بقشر الشمام، فأتمنى ان انتوا تتابعوني كده حبايبي لنهاية الفيديو عشان تشوفوا معايا الطريقة. طريقة سهلة وبسيطة جدا، ده بقدم لكم حصري والأول مرة على اليوتيوب، فأتمنى ان فكرتي البسيطة السهلة تنال إعجابكم النهاردة حبايبي. وما تنسوش كده ان انتوا تشاركوني برأيكم في التعليقات، لأن رأيكم حبايبي يهمني جدا جدا. وما تنسوش كده ان انتوا تدعموني كده باللايك والشير، عشان اللايك بيخلي اليوتيوب يرفع لي فيديو في الاقتراحات لناس تانية اللي هي تشوف الطريقة وتستفاد بيها. تابعوني. يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إخوتي وحبايبي في الله في مطبخ طلباتك أوامر مع حنان الورقي. تعالوا بينا حبايبي نبدأ الفيديو كده بالصلاة على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ده هنقعد بقى إيه حبايبي، بجيب قشر الشماء، باخد منه الطبقة اللي هي الخضرة بس، وبعد كده بقطعها مكعبات، وبعد كده هوت بسلقها وبسلقها في شوية مية وبصفيها. معايا منجاية، يعني لو عندك منجاية كده صغيرة فهتستخدميها وهتعملك كمية عصير كويس. معايا مية ساقعة، معايا نص كوباية من السكر. ودلوقتي بقى ايه هنبدأ، اول حاجة اللي انا اغسل المنجاية دلوقتي، وابدأ بقى اللي انا اقشرها واخليها واحطها بقى ايه في شفشق الخلاط. دي اول حاجة ايه هجهزها. بعد كده طبعا انا كنت مجهزة اللي هو قشر الشمام. قشر الشمام بتبقى في شمام بتبقى القشرة بتاعته اللي هي تخينة، وبيبقى فيها في قلب القشرة جزء كده اخضر، او بيبقى اخضر او اصفر كده، فبيبقى طبقة تخينة يعني. فهي الطبقة دي اللي انا اخدتها وقطعتها مكعبات وسلقتها في المية، وبعد كده بردت عليها تحت الحنفية، وهي دي اللي انا ايه هستخدمها النهاردة. بعد كده حطيت نص كوباية من السكر، وحبدأ بقى ايه اللي انا احط كمية المية طبعا ايه علشان بس لحد ما تغطيلي يعني الكمية المانجا والايه وقشر الشمام المسلوق، عشان بس الشفشق الخلاط يمشي ايه معايا. وبعد كده هضربه كويس جدا لحد ما يبقى ناعم تماما، وهتشوفوا شكله هيبقى. هتعملي يعني لو عندك منجايه صغيره عايزه تعملي بيها كميه عصير ومش هتكفي معاكي، فممكن تعملي الفكره دي. وهيبقى طبعا قشر الشمام مش هيبقى ليه طعم خالص، لان هو بيبقى يعني بيبقى ملوش طعم، انت بتشكليه على حسب ما انت عايزه. فده هيبقى عصير مانجا ومحدش هيعرف خالص اللي هو محطوط له قشر شمام خالص، يعني لان احنا سلقناه كبينا ميه السلق دلقناها يعني وشطفته تحت الحنفيه، فما فيهوش طعم خالص يعني. دلوقتي بقى ايه هضرب كده بقى ايه العصير كده ايه مع بعضه. وبالعكس كمان يعني قشر الشباب كمان بيدي قوام للعصير، بيخلي العصير معاكي تقيل، وقوامه تقيل اكنك حاطه فيه منجتين ثلاثه، فبيدي قوام للمانجا تقيل. فهيبهر اي حد هيدوقه، محدش هيعرف خالص اللي ده معمول من قشر الشمام. هي فكرة الفيديو النهاردة انا مقدمها لكم طريقة جديدة لعصير المانجا من قشر الشمام، وكمان الطريقة دي اقتصادية، ويعني زي فكرة لسه قايلها لكم، لو عندك مجاية صغيرة ممكن اللي انت تعملي بيها كمية عصير كبيرة بالفكرة اللي انا قلتها لكم دلوقتي. بضرب بقى ايه كده كويس عشان بضرب العصير كويس في الخلاط عشان ايه يعني ينعم كده معايا ويديني القوام اللي انا ايه عايزاه. بعد كده بقى بجيب شفشق، وبعد كده ببدا اللي انا بحط فيه العصير عصير المانجا وزوده شويه ميه، وبعد كده نقدمه بقى ايه مع بعض وتشوفوا قوام العصير. قوامه جميل جدا طبعا، عصير اقتصادي يعني، بس مفيد فعلا، مفيد فعلا، لان طبعا فوائد قشر الشباب بتبقى رهيبه فعلا، وفوائد المانجا يعني العصير يعني حاجه كده هتعمليها اقتصاديه، تديكي كميه كبيره وقوام برضو العصير المانجا، وفي نفس الوقت الطعم مش هيبقى باين بتاع
قشر الشباب، وفي نفس الوقت هيدي لك كميه عصير كويس. انا دلوقتي فضيت العصير كده في الشفشق، الشفشق ده على فكره بياخد لتر ونص من العصير، فانا برضو ما حبيتش ان انا اعمل ازود في الكميه يعني عشان ما يخفش معايا، ما يخفوش بالميه. عشان كده في الاول خالص انا استخدمت نص كوبايه واحده بس من السكر، حطيت شويه ميه بس صغيرين في شفشق الخلاط عشان انزل كل اللي فيه. ده كده بقى ايه حبايبي العصير النهارده، عصير اقتصادي بس طعمه حلو جدا ده، واعمليه كده وعلى ضمانتي هتقدميه لاي حد عندك، هيعجب اي حد يشربه ويدوقه. حتى لو جالك ضيوف وعملت الموضوع ده، هو الوصفة دي محدش هيعرف خالص اللي ده يعني المانجا محطوط لها حاجة تانية، محدش هيعرف خالص، لان هو فعلا طعم المانجا يعني المانجاية عطياله طعم. يعني ايه عطياله طعم؟ يعني عصير مانجا يعني من غير اي اضافات تانية عليه اللي يشربه يعرف كده. ده كده القوام بتاعه، جبت كوباية وبوريكم القوام بتاعه، قوامه حلو جدا حبايبي. وانتظروني في وصفات تانية برضو، ان انا استغل برضو الحاجات اللي احنا اللي كلكم بترموها، قشر الشباب او اي حاجة تانية. طبعا انا عملت من قشر البطيخ وصفات كتيرة، وعامله لها قائمة تشغيل موجودة في القناة وصفات قشر البطيخ، ودي وصفة بقى ايه قشر الشباب، ما تحويل قشر الشمام لمانجا بس بطريقة بفكرة عبقرية جدا على فكرتي. فأتمنى ان فكرتي البسيطة السهلة تنال اعجابكم، ولو عايزين اي وصفة حبايبي اللي انا اعملها لكم قولولي عليها، اكتبولي عليها في التعليقات، وانا بسجل اي حاجة انتم بتطلبوها مني وبعملها معاكم في فيديوهات بعد كده، بسجلها معاكم ان شاء الله. واتمنى ان الفكرة النهاردة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم قولولي رأيكم ايه في الفكرة وملاحظاتكم كده في الوصفة، يعني قولولي عليها برضو. شايفين شكل العصير المانجا حلو ازاي؟ تحفة، وبألف هنا على قلوبكم حبايبي. جربوا حبايبي الطريقة ديت، ان شاء الله كده تنال اعجابكم، وهتعجبكم ان شاء الله كده باذن الله، لان الطريقة سهلة وبسيطة جدا حبايبي، وزي ما انتم شايفين يعني مش بتاخد معاكي وقت خالص. يبقى نقول تاني بقى ايه انا عملت العصير دهوت ازاي للناس اللي هي لسه داخلة الفيديو لسه ما شافتش الطريقة. بتجيبي منجاية، لو عندك منجاية صغيرة بتجيبي قشر الشمام بطبقة التخينة اللي بتبقى موجوده في قلب القشر، بتاخديها وبتسلقيها، وبعد ما بتسلقيها بتكب ميه السلق، وبعد كده بتشوفيها كذا مره، وبعد كده بتحطيها مع المنجايه اللي انت خليتيها، وبعد كده بتحطي عليها نص كوبايه سكر وشويه ميه وبتضربيهم في قلب الخلاط، ومش محتاجه ان انت تصفيه، وبعد كده بتحطيه في الشفشه وبتزوديه شويه ميه صغيرين. الكميه دي انا عملت رتل ونص بعصير المانجا بطريقة سهلة وطريقة اقتصادية جدا من قشر الشمام، حولت قشر الشمام لعصير مانجا، وملهوش يعني قشر الشمام ملهوش اي طعم خالص في العصير اللي هيشرب منه، زي ما قلت لكم هو عصير مانجا طبيعي جميل جدا. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم النهارده بالفكره حبايبي، وشكرا على المشاهده. كان معاكم حنان الورقي، السلام عليكم.